التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا تعلن انطلاقه شوطنا الخامس عشر الذي خصص للجعدان اللقاية المحليات الاصايل. انطلاقه موفقه نتمناها لكل المشاركين. نبدا مع المقدمه مع الصدارة والبداية الأولى، وهنا شاهين سعيد بن راشد بن دغيش اللي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما في ثاني المراكز هذا الدرع ناصر بن سعيد بن ناصر المنصوري، بينما في المركز الثالث يأتي شعار اللي ناصر بن محمد بن حسن الشامسي مع المركز الثالث، بينما في رابع التحديات نراقب هنا على المركز الرابع هذا هو منيف عبيد محمد بن عبيد المحيربي على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز ياتي هنا مرموق عبيد بن سلطان بن رشيد على المركز الخامس، بينما في المركز السادس ياتي المفتي محمد بن مهير بالصوب الاكتبي، اما في المركز السابع يتقدم على سابع المراكز هذا هو مرعب محمد بن قحيد بن ضاحي العبيبي، بينما في المركز الثامن يتقدم من الجانب الاخر شاهين احمد بن سعيد بن سالم ليليبي، اما في تاسع التحديات في المركز التاسع ياتي هنا شاهين سعيد او ياتينا مشاهدينا الاعزاء يتقدم اللي هو الصداوي محمد بن سالم بن عبد الله المهيري، بينما في عاشر المراكز ايها الاخوه الكرام واصلنا متعب فهد بن حصين بن فهد النعيمي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى، فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات. عودة من جديد إلى المقدمة والصدارة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة، وهنا الدرع ناصر بن سعيد بن ناصر المنصوري في مقدمة الشوط وفي البداية الأولى، بينما في المركز الثاني من الجانب الآخر يتقدم اللي هو المرعب محمد بن قحيد بن ضاحي العميمي يتقدم على ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث وفي ثالث المراكز هنا مرموق عبيد بن سلطان بن رشيد اللي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي رابع المراكز يتقدم هنا شاهين احمد بن سعيد بن سالم لينيبي مع المركز الرابع العنيد يعلن تواجده وتقدمه واندفاعته نحو تحديات هذا الشوط، بينما في المركز الخامس يا سلام هذا اللي واصل صايب سالم بن سعيد بن كاسم المسافري مع المركز الخامس. هذه المراكز الأولى، هذه التحديات، هذه الإثارة اللي نشاهدها من خلال هذه المنافسات الصباحية، وعودة من جديد إلى الصدارة، عودوه إلى المقدمة، عودة إلى البداية الأولى، وهنا على المقدمة والمركز الأول يأتينا هنا أيضا المرعب محمد بن قحيد بن ضاحي العميمي في صدارة الشوط بالمقدمة، بينما في المركز الثاني راغب الوصول، راغب الانطلاق ما شاء الله والتسلل من الشبابي مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبية، قدم
مغير الى الصدارة. الشبابي الشبابي، ها هو الشبابي تشاهدون على مقدمة الشوط على المركز الاول ما شاء الله وتبارك الله. يبي يسلم الى اهالي مرغم، الى اهالي مرغم من خلال هذه المنافسة في صدارة الشوط في التحدي وفي الإثارة. سلام يا مرغم، سلام سلام وتحية لهالي مرغم. شعر مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان دايم يقدم النوعيات، يقدم الجودة من الأصايل اللي انتزعن النواميس كثيرا مع هذا الشعار ومسيرته الحافلة بالإنجازات. سلام يا أبو غيث، سلام سلام إلى هالي مرغم، وسعدت صباحا على فوز الشبابي. الشبابي الشبابي الشبابي، ها هو الشبابي ينتزع الفوز. مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان لك تبي تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار ولحظة وصوله إلى خط النهاية، بينما في المركز الثاني اللي وصل مع المركز الثاني ايضا المرعب محمد بن حيد بن ضاحي العميمي، المركز الثالث شاهين احمد بن سعيد بن سالم اليني بهذه النتيجه للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني عطره 6 دقائق 14 ثانيه. تهانينا والناموس للجميع.